الثورة المصرية كانت خيال، كانت خيال. الذين شاركوا في قبل يوم 25 يناير كان عندهم خيال لم يتوفر عند القدرات القطعية بتاعت النظام. الفرق بين موقعة الجبل، شوفوا الخيال، ان انا عايز افرق هذا التمرد فاجيب ناس. طبعا كل ما يقال غير ذلك كذب لا تستحق ان احنا نقولها، لان دي موقعة الجبل احنا عشناها وشفناها. ان انت بتوع الحزب الوطني يجيبوا يعني شوف خيالهم ضعيف ازاي، فقير، مفيش فيهم حد قرا روايه ولا مره غير اللي كانت مقرره عليه، واخد بالك؟ فخيال فقير اجيب جمال وحسنه وبتاع وحبيب العدل في التحيات قال ان جمال مبارك قال له انا رايي ان احنا نطلع عليهم جنينه الحيوانات، يعني يطلع الفيل والزرافه والنعام والاسود والفياله والبتاع. طبعا ده خيال فقير جدا، لان الفيل مش عارف ان في ثوره ولا الاسد، يعني الفيل انت هتطلعه فهو مش عارف مين الامن المركزي ومين المتظاهرين فممكن ياكل الامن المركزي. خيال ضعيف. فالفرق كان بين الخيال بتاعت الثوره وخيال الثوره المضاده، انا شفته في صوره جميله جدا. في بنت من الثوره بتعمل على تويتر في عز موقعة الجبل في صورة كده وهم جايين بالجبال بيضربوا، يعني شوف الفرق. الخيال هنا انها بتتصل بزملائها عن طريق تويتر، وهم اقصى خيال عندهم انهم بيفتحوا علينا جنينة الحيوانات وفي منتهى الغباء، ويا ريتهم كانوا عملوا كده عشان الاسود كانوا يكلوهم وريحونا منهم.